العقوبات على الطاقة الروسية تعني أن الاقتصاد المجاري سيتباطأ ثم يتوقف في غضون لحظات، فضلا عن أن تزويد أوكرانيا بالسلاح هو أمر سينعكس سلبا وبصورة استراتيجية على المجر. هذا ما قاله صراحة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان له. وكانت المجر قد رفضت تزويد جارتها بالأسلحة ورفضت السماح لشحنات الأسلحة بعبور حدودها إلى أوكرانيا. أوربان علل موقفه بالقول أن 85% من الغاز المجاري وأكثر من 60% من نفطها يأتي من روسيا، وأن منع صادرات الطاقة الروسية سيجبر المجاريين على دفع ثمن الحرب. حديث أوربان يأتي عقب مناشدة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي له بالتوقف عن مساعدة روسيا. أقول للمجر يجب أن تتوقف عن هذا، ويجب أن يكون رئيس الوزراء صادقا مرة وإلى الأبد. عليك أن تقرر بنفسك من أنت. أنت دولة ذات سيادة. يذكر أن رئيس الوزراء المجري لم يدن حتى الآن الهجوم الروسي على أوكرانيا على الرغم من عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وسبق أن أشارت المجر إلى أن عملتها تأثرت نتيجة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. ينضم إلينا من مدينة برلين في ألمانيا السيد ناصر جبارة الكاتب الصحفي. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك معنا. بالأمس بشكل غير مسبوق بروكسل شهدت ثلاث قمم، الأطلسي، الأوروبي وقمة السبع الكبار. هل خرجت بقرارات تتناسب مع ثقل وحجم هذه الكيانات؟ القرار الأهم في هذه القمم الثلاث هو ما أكدت عليه رؤساء الدول الغربية سواء في التحالف أو مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على توحيد المواقف الغربية تجاه ما يحدث في أوكرانيا. أعتقد هذه أهم رسالة تم إرسالها ليس فقط للروس وإنما أيضا للصينيين. ولكن أيضا هناك طبعا قرارات تحدث عنها الزملاء قبلي، سواء تعلق الموضوع بتأسيس قوة التحرك السريع 5000 جندي. نتذكر أن كيف في منتصف أغسطس الماضي تمكن الأمريكيون من تحريك 6000 جندي خلال 48 ساعة، احتلوا مطار كابول وأجلوا رعاياهم. الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أسبوع من أجل أن يحرك 1000 جندي، ومن هنا أعتقد أن هذا القرار كان مهما. ولكن أيضا نشر وحدات مقاتلة في الدول الأربع المجاورة لأوكرانيا أيضا، هذا أيضا مهم، إضافة إلى المعدات العسكرية طبعا في البحر أو في الجو، الدفاعات الجوية أيضا، هذا كله مهم. ولكن أعتقد أن أهم رسالة تم توجيهها كما قلنا إظهار الوحدة تجاه روسيا، تجاه أنظمة شمولية مثل روسيا والصين. هذه أهم رسالة أوصلتها القمم الثلاث أمس وأول أمس. ولكن أستاذ ناصر، حتى هذه الرسالة التي تقول إنها الأهم وهي كذلك، ولكن في واقع الحال ألا تراها رسالة مبتورة؟ لأن هناك خلافات أوروبية بين الدفع بمعاقبة روسيا وخنق قطاعها الاقتصادي بالكامل، النفط والغاز تحديدا، وبين الحاجة إلى وقت لإيجاد بدائل. أليس هذا خلاف جوهري؟ دبلوماسي أوروبي اليوم قال مازحا: سئمت من سماع كلمة وحدة في هذه القمم الثلاث. هذا لوحده لا يكفي، أنا معك حق. أنا أعتقد أن وجود الرئيس الأمريكي كان سببا إضافيا لإظهار الوحدة. لو لم يكن جو بايدن موجودا في هذه القمم لا كانت المواقف الأوروبية متباعدة أكثر وأكثر. سمعت التقرير بخصوص رفض رئيس الوزراء الهنغاري المجري دكتور أوربان قطع إمدادات الغاز والنفط، ولكن هنغاريا دولة صغيرة، وأعتقد أن المسألة تتعلق قبل كل شيء بالعقبة الألمانية. الألمان يعتمدون بشكل كبير على مواد الطاقة الروسية، وهم يقفون كما قلنا في وجه جميع العقوبات، توسيع العقوبات لتشمل قطاع الطاقة، ولكن أيضا البنكين الروسيين بنك وغاز بروم بنك. أستاذ ناصر، لو تفضلت بالبقاء معنا، نذهب فقط إلى موسكو. هناك لقاء للرئيس الروسي بوتين مع المسؤولين عن القطاع الثقافي. يتم النظر وبشكل واسع. إذن مشاهدينا تابعنا هذه الكلمة المقتضبة. طيب نعود مباشرة إلى ضيفنا السيد ناصر جبارة في برلين. حتى هذه النقطة التي تحدثت عنها بأنها معلم من معالم إظهار الوحدة الأوروبية الأمريكية، ثمة قراءات لها بأن حضور الرئيس الأمريكي بايدن شخصيا إلى هذه القمة يكسبها زخم، ولكنه في ذات الوقت
هو عامل تأثير، لأنها تجر كل الأوروبيين لصالح المصلحة الأمريكية، وربما غض النظر عن المصلحة الأوروبية الذاتية والتي هي ما يسعى إليه الأوروبيون. هل تتفق مع هذا الرأي؟ نعم، أتفق 100% مع هذا الرأي. كل ما حدث على موضوع الأوكراني هو جاء من كان يعزف الموسيقى إن صح التعبير في هذا الموضوع هم الأمريكيون، وهذا يؤخذ على الأوروبيين وتحديدا على الثنائي الألماني الفرنسي. الرئيس جو بايدن بحث مع الرئيس الأوكراني مع الرئيس الروسي موضوع الأمن في أوروبا، الحدود في أوروبا على أراضي أوروبية في جنيف بدون وجود الأوروبيين، هذه فضيحة. الآن الأوروبيون أعتقد أنهم تفاقوا من صدمة هذه الحرب، تسقط في أوروبا محرمات وتحديدا في الدولة الأكبر من ناحية عدد السكان والأقوى اقتصاديا ألمانيا،